أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني زيادة أعداد الفرق المعاونة من وزارة الخارجية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك أجهزة التابلت التي تستخدم في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج ضمانا لسرعة التصويت. وأوضح القوني في مؤتمر صحفي بمقر السفارة المصرية بالكويت أن السفارة تلقت 30 جهاز تابلت وجهازين على سبيل الاحتياط تم استخدامهم في الانتخابات الرئاسية الماضية، وهو ما سيساعد على استيعاب 30 ناخبا في الوقت نفسه، وبالتالي زيادة سرعة الإدلاء بالأصوات تيسيرا على الناخبين.